في البداية كده. بنقول لو بداية التعارف، لو بداية الخطوبة، لو بداية الانجذاب، لأن مش كل اتنين منجذبين لبعض حبوا بعض، الحب ده بيجي بعد كده. فبنقول الشروط عشان الموضوع يمشي تمام، لازم في البداية كده نبعد عن حتة الفراغ العاطفي، حد خارج من تجربة فاشلة فعايز يسد الفراغ العاطفي ده، فارتبط وخلاص زي ما تيجي. كمان التسرع في الحكم على الطرف الآخر، لازم ان انا يعني اتمهل وادي فرصة افهم اللي قدامي في موقف واثنين وثلاثة. كمان حتة التصنع يعني في كتير بيقع فيها كده كده، مهما كنت شاطر في التمثيل هيجي وقت وهتتكشف. فدي في البداية، ده ألف ب تعارف أو ألف ب ارتباط، لأن مش كل ارتباط حب على فكرة، مش كل ارتباط حب. طبعا. تمام. طيب ايه اللي يخليهم يكملوا للجواز؟ أسباب ضياع الحب واختفائه، الروتين، الملل في العلاقة، عدم انا مثلا شايف الطرف الاخر بيحب حاجة فانا كده عاجبه مش عاجبه خلاص يخبط دماغه في الحيطة، عدم التجدد، العند كمان، العند هو اكبر مشكلة. لازم عشان الدنيا تمشي من يمك شوية ومن يمك شوية، اتنازل تمشي الدنيا. البحث عن المثالية كمان او المقارنات، يعني المثالية والمقارنات ان انا مش عايز يبقى في غلطة في الطرف اللي انا مرتبط بيه. احنا دلوقتي بقى بنتكلم على اثنين المفروض يعني بنقول عليهم بيحبوا بعض، او دخول طرف ثالث بسذاجة مننا، صاحبي صاحبتي احكي لها، عرفت على حبيبي، عرفت على حبيبتي، طب هي فيها حاجة مميزة عني، معظم الرجالة عينيها زايغة، فاهمة حضرتك؟ فكل دي حاجات لازم حضرتك اللي بتقول مش انا مش انا اللي بقول. طيب تمام، دي الاسباب اللي حضرتك بتقولها لي، الروتين، الملل في العلاقه، عدم التجدد، العند، عدم التنازل، البحث. تمام، نقطه نقطه همسكها مع حضرتك، وازاي الواحد يقدر ان هو يعدي من الاسباب دي علشان تستمر علاقته. معانا بس تليفون، معانا الاستاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ مصطفى. صباح النور دكتور محمد، معاك. الو. ايوه اهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى. يا استاذ مصطفى. الو. ايوه يا فندم. سامعينك، اتفضل. معلش الشبكه بتقطع بس على الطريق. طب اتفضل. طب هنرجع لك تاني يا استاذ مصطفى، هنرجع لك تاني تكون الشبكه ظبطت. تكون ظبطت. طيب نرجع بقى كده مع حضرتك، الروتين دلوقتي، اتنين بيحبوا بعض، تعمل ايه علشان ميبقاش فيه روتين؟ اغير على قد ما اقدر، يعني لو انا عاقل على طول وصامت على طول اتجنن مرة، لو انا مجنون على طول اتقل مرة، القصة، الستايل، الحاجات دي رغم ان هي بسيطة بس بتفرق. الشكل الواحدة بيفرق، لازم تغير من نفسها على طول، وبالذات البنت. لان العين لو خدت على منظر او ستايل واحد الملل جاي طبيعه الانسان كده. طب ما ايه رايك يا دكتور محمد اللي بيقول لك اللي بيحب، هو اللي بيحب بجد ما بيشوفش في البني ادم ده، احنا بنتكلم على الناس اللي هي ما بتحبش، ما داخله بشكل تقليدي، يعني مش هيبقى في ما بينهم حب، مش في ما فيش الفتره الاولانيه دي او في مرحله الخطوبه، ممكن يحصل له هو روتين فبتقول لهم يعملوا كذا عشان العلاقه تستمر. لكن البني ادم اللي بيحب بقى ما بيشوفش الكلام ده، ما هو بيحبها زي ما هي كده، مليانه بيحبها، رفيعه جدا بيحبها، شعرها طويل، شعرها قصير، ما يعني يقولها حتى لما هي تيجي تقول له مثلا طب اقص شعري، طب اعمل مش عارف ايه، يقول لها لا خليكي زي ما انت كده. صح. طيب هو لا، هو في جزء بس في نقطه عايزين ان احنا نوضحها، يعني الحب ده عشان يستمر محتاج حد فاهم وكتير. هو حضرتك ما بتسمعيش كان بيحبوا بعض وبعد الجواز سابها واتجوز عليها وطلقها واتجوز غيرها. ما هو الحب ده بقى عايز اللي يغذيه، عايز حد فاهم يعرف ازاي يسير بالعلاقه للتراك الصح. النفس البشريه، علماء النفس البشريه او علماء النفس حطوا لنا قواعد، قال لك عشان تحافظ على حبك في الف ب، في حاجات بسيطه كده، لان الملل الانسان بطبعه ملول. خلي بالك منها،
هو بيحبني، بس برضو النفس البشرية والغريزة لها متطلبات. تمام، هنكمل مع حضرتك ونعرف موضوع الأسباب ده وإزاي إن إحنا نتجنبه، بس بعد الفاصل. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. ورجعنا لكم تاني على 887 FM وتلات شمس النهاردة على راديو مصر، ومستمرين معاكم بفقرة يوم الأربع زهرة ومريخ. وتليفوناتنا اللي حب يشاركنا 2579-3195 و2577-8553، وعن أسباب ضياع الحب ما بين الطرفين في المراحل المختلفة، سواء كان في مرحلة الارتباط أو مرحلة الخطوبة أو مرحلة الجواز أو ما بعد الجواز. وبنتكلم مع دكتور محمد أبو زيد، خبير العلاقات الإنسانية، وقال لنا إن من الأسباب روتين ملل في العلاقة، عدم التجدد، العند، التنازل، المقارنات، يعني البحث عن المثالية، وبرضو دخول طرف ثالث. دكتور محمد، والغيرة أخبارها إيه؟ الغيرة طبعا ان زادت عن حدها بتتقلب بنتائج عكسية. الغيرة على ولا الغيرة من؟ الاثنين اذا زادوا عن اللزوم بيجيبوا نتائج عكسية. لازم الموضوع يكون معتدل عشان ما خنقش الطرف اللي انا مرتبط بيه. لازم ان ما يكون معتدل كده، يعني امتى الموقف القوي اللي يستاهل غيرة وامتى اللي ما حبكهاش قوي، عشان ما ندخلش في سكة النكد. خاصة البنات، مفيش رجل في الدنيا بيحب الست النكدية بالآخر. ده أكيد يعني، بس مين السبب في النكد برضو؟ ده أنا عملت حلقة كبيرة جدا عن الموضوع ده وأثبتت بالدليل العلمي إن الرجالة هم السبب في النكد. لا ما هقولك هقولك بص على حاجه دكتور. يعني دلوقتي لما يجيله تليفونات معينه وما يرضاش يقول لها التليفون مثلا ده من مين، لو هو يعني حاجه بعيد عن شغله او حاجه، حتى في شغله فيه رجاله بتتكلم عادي قدام ستاتها وبيحكي لها عادي، يعني بيبقى عنده نوع من الثقه فيها، فممكن بيحكي لها وبياخد رايها. لما تبص تلاقيه بيتاخر بزياده، متانق بزياده مثلا بالنسبه للمتجوزين، ما بيهتمش بيها بشكل كبير، وبيهتم بالناس بره. مع دي كلها من اسباب حضرتك النكد، مين السبب فيها؟ لا هنا بقى لازم تاخد موقف، هنا في حاجه غلط. ما هتنكد ما انت بعد كده انت بتعملوا كل الكلام ده. لا انا مش قصدي على اللي بيعمل كل ده. اللي بيعمل كل ده طبعا لازم موقف قوي معاه. لا يا اما هيتمادى، بس انا بتكلم يعني ماشيين في الشارع فنظره كده ما تكبرش الدور. واحده زميلته في الشغل بتكلمه وبينه وبين بعض يعني شغل ومصالح، فكلمها بطريقه زوفة. انا بتكلم اتاخر شويه عشان شغله، انت كنت فين وسايبني كده، لان الحياه مش حب بس ومش طرفين بس. في حاجات تانية مكمله لبعضها عشان الدنيا تمشي، ده قصدي. تمام. طب احنا عندنا على الفان بيج بتاعتنا هدى فرج بتقول صباح العسل يا دينا، الحب فعل ومش اي حد يقول بحبك نقول له امين، ونخلي بالنا علشان في عيال صغيره بيخبطوا على قلبنا ويطلعوا يجروا. طبعا دي حقيقه. ايه بقى مظاهر العيال الصغيره اللي بتخبط دي على الباب؟ عايز يلعب. نعرفهم منين؟ يتعرفوا ازاي كده؟ لا ده بيبقى ليه علامات كتيره قوي. يعني ما بيبقاش ان هو خايف عليها، بيحاول ان هو يستغلها، ممكن جسديا، نفسيا، ماديا، الاستغلال عامه، يغيب ويختفي. اكبر علامه تدل ان الشخص ده كذاب. بيكلمها في وقت معين بس. فاهم حضرتك؟ مش صريح في العلاقة، مش صريح في كلامه، بيبعدها عن أهله، يعني ما فيش أرض ثابتة. ما بيكلمهاش عن أهله خالص. لا ما هو مش عايزة تعرف معلومات عنه، عشان النهار ما يجري خلاص بقى ما تعرفش إن هي تجيبه أو ما تعرفش إن هي تزعجه. كمان ما بيبقاش دايركت من البداية، يعني أنا بحبك وبتاع، طيب لا تلاقي يجيب بقى سيرة جواز، ولا تلاقي يكلم حد من أهلها، ولا تلاقي عايز العلاقة في الضلمة. دي كلها علامات، بس البنات ممكن من الفراغ العاطفي شوية بتعمل نفسها مش واخدة بالها، فدي المشكلة. صحيح. تمام، يبقى دي علامات العيال اللي هي لا هما الجملة الشهيرة، تلاقي بيخبط على قلبك ويجري. شوف حضرتك، هما علامتين بارزين قوي، محاولة الاستغلال بأي نوع بقى، والاختفاء والرجوع بدون سبب طبعا.
ويتجاهل شوية ويغيب شوية ويرجع شوية والكلام الفاضي ده. اختفاء ورجوع وتجاهل واستغلال محاولة للاستغلال. بدون ما يقول اعذار ان هو اختفى ليه. ده بعد قد ايه من معرفتهم ببعض؟ لا هو يعني هو في البداية كل واحد فيهم بيحاول ان هو يجس نبض التاني ويعرف مواقف مختلفة عن التاني، ولا لازم الواحد اللي بيحب ما بيقطعش نهائي عن اللي بيحبه او اللي فيه مشاعر، ما مش حب يعني في البداية؟ هي بتعتمد على قلة الخبرة شوية. هو لو ممثل شاطر قوي اخره اسبوعين او 10 ايام وبعد كده يبدا بقى اللي بقول لحضرتك عليه ده. انا مش عايز اقول اسبوع يعني. هو داخل عشان حاجه معينه في دماغه، هو مش جاد من البدايه. فاهم حضرتك؟ تمام. فلو ممثل شاطر قوي اسبوعين بالكثير يعني. طب مظهر الراجل الجد ايه؟ بس ده هنعرفه منك بس بعد الفاصل. طلعت شمس النهارده مع دينا صلاح الدين على 88.7 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهارده. ورجعنا لكم تاني على 88.7 FM وطلعت شمس النهارده على راديو مصر، ومستمرين معاكم بزهره ومريخ والدكتور محمد ابو زيد خبير العلاقات الانسانيه موجود معانا على التليفون، وبانتظار اتصالاتكم على 25793195 و25778555. ودكتور محمد نرجع لحضرتك تاني. مع حضرتك يا فندم. كنت بتكلم معاك عن ايه، نعرف منين الراجل الجد اول لما يجي يدخل كده على اي واحده تبقى فاهمه مين الراجل اللي بيلعب ومين الراجل. احنا قلنا طبعا مواصفات والمظاهر بتاعه الاولاد الصغيرين اللي بيخشوا يخبطوا على باب قلبها وبيجروا. هنقول بقى طبعا، بس انا معانا تليفونات، معلش احنا يعني احنا سمعت حضرتك يعني وديتك فرصه، بس التليفونات يا فندم بس عشان لا مفيش مشكله ده حقهم. استاذ سعيد معانا على التليفون. صباح الخير يا استاذه دينا. صباح النور يا فندم. انا بصب على حضرتك وعلى ضيفك الكريم وكلامه المحترم المتميز دكتور محمد اللي هو يعني فعال في الحياه اليوميه، وده بيدينا درس كبير في طريقه التعامل. شكرا جدا، تسلم لي، ربنا يخليك. الله يخليك يا دكتور. قول لي بقى من وجهه نظرك، من وجهه نظرك الجديه دي مطلوبه مع اي انسان كيان، اذا كان في العمل في الحياه في الحب في العلاقات مع الاصدقاء. دي مطلوبه، لازم الانسان يكون في شيء من الاثنين. تمام. الراجل الجد ما مظهره ايه في العلاقه؟ والله الراجل الجد لازم يبقى ملتزم، صادق في التعاملات، وافي بعهده، رحيم باللي حواليه، عطوف على اللي منه، علاقاته تكون طيبه، يكون صادق في التعاملات. تمام. بشكرك جدا استاذ سعيد على اتصالك. عندك اي استفسار للدكتور محمد؟ والله انا استفساري ان هو يدينا شويه نصايح اعلى شويه، عشان العلاقات دلوقتي تهتكت واصبحت سايكه، ونحب دايما نقويها، وربنا يكرمه ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. بشكرك جدا استاذ سعيد على اتصالك. وطبعا الموضوع ده موضوع اساسي لو احنا بنتكلم عن تنميه الاسره المصريه، فبنبداها من الاول خالص دكتور محمد. وارجع تاني اقول لك، قول لي مين او مواصفات الرجل اللي فعلا ما بيهزرش وداخل على علاقه بجد في بدايتها، في بداية يعني هو بالاول بيبدا ان هو يتعرف على الوحده. تمام. صح. تمام. يتعرف عليها، يبدا ان هو ايه يعني يسمع منها بشكل مباشر، او بدل ما يقولها كلمه بحبك، اصل كلمه بحبك دي مش سهله دكتور محمد. لا ده في ناس من كتر ما تمرست بقت سهلة. بقت سهلة. يعني في ناس كذابة فتعودت. يعني هو أول حاجة لما بيشوفها، أول لما يشوفها يقولها بحبك، دي تعرف إن هو كذاب على طول. طبعا. ولو مفيش تعامل بين حبها إزاي ده؟ يبقى أول حاجة هو بيقعد يستفسر من بعيد ومن قريب، ويشوف وضع أسرتها عامل إزاي، وهي بتفكر إزاي. بيقرب منها خطوة خطوة. لانه خايف يخسرها، خايف من رد فعلها، عايز يعرف هي مرتبطه ولا لا، عايز يخش بطريقه شيك. انما اللي مش فارق معاه بيقول لك هخبطها كده وخلاص وزي ما تيجي. فاهم حضرتك؟ مش فارقه معاه. انما اللي بيحب بجد ده بالنسبه له حاجه كبيره، لازم يعرف هيمشي لها ازاي، هيوصل لها ازاي. كمان استحاله الرجل الجد يحاول يستغل اللي بيحبها او اللي هو داخل يرتبط بيها. كمان استحاله يعني ما بيقولهاش قبل، يعني مثلا بدون عذر.
يعني بيبقى بيخاف عليها زي اخته، ما بيقولهاش قبلك، ما بيحاولش ان هو يعني يدخل معاها في اي كلام غلط، يعني بيبقى حريص جدا في كل حاجه. بص حضرتك بياخد معلومات تبقى كلمته واحده. انا بقول لاي بنت، وحتى انا بقولها في حلقاتي، ان الف ب رجل جد كلمته واحده ومعرفك راسك من رجليك من البدايه، والله انا بحبك وعايز ان انا ارتبط بيك وعايز ان انا اتجوزك وان شاء الله. ده بعد مرحله اللي هو التعارف اللي... طبعا بعد خلاص بقى ما نقرب لبعض ونعترف بالحب وخلاص. انما اللي بيلعب بقى العكس، هو اول ما يحس ان ملك قلبها يستغل بقى. لو حس ان هي معجبه بيه خلاص بقى، ما هو داخل عشان كده من البدايه يستغل بقى ماديا جسديا نفسيا، يغيب ويرجع، يرجع ويغيب، ما فيش اسباب، يتعصب عليها. طب اللي هو الشخص اللي يتعصب عليها، طب اللي هو الشخص اللي بيتعامل خطوه خطوه، ده ما هو برضو ما بيتكلمش كتير، يعني هو مثلا بيقعد، ما هو مش عاوز برضو يعلقها بيه، لان هو العلامات كلها مكمله لبعضها. انا بتكلم في البدايه ان هو بيقرب لها خطوه خطوه. طيب بعد الاعتراف بالحب بقى، مفيش استغلال، مفيش غياب ورجوع، مفيش عصبيه عليها، مفيش بيغلط فيها، لازم بيغير عليها، بيخاف عليها، كلمته واحده، بيحاول ان هو يقرب من اهلها ويقربها من اهله. كل ده علامات بقى كلها مع بعضها مكمله لبعضها. تمام. طب معانا الاستاذ صالح على التليفون. صباح الخير استاذ صالح. عصام. عصام ازيك يا استاذ عصام؟ اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. طبعا بطبع عليكم، كل سنه طيبين بحلول شهر رمضان الكريم، عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى مصر كلها باليمن والخير والبركات ان شاء الله. يا رب. الله يحفظك. طيب ان شاء الله. دكتور محمد، يعني انا سعيد باللقاء ده، لان انا كان في حاجه ابغى اكلمك كاب بقى مش كحبيب وحاجات زي كده. انا اسعد، انا اسعد، شرفني. اتفضل حبيبي، ربنا يحفظك. انا عندي بنتين الحمد لله، ربنا سترهم واتجوزوا وخلفوا، وعندي منهم خمس احماد الحمد لله، ربنا يخليهم لك يا رب. حبيبي ربنا يكرمك. انا دايما كنت سايب يعني الاختيار لبناتي ان هم يختاروا اللي هم عايزينه اللي يعيشوا معاهم، لان انا عمري ما فرضت على عليهم اي حاجه. تمام. بس في مره من المرات، ودي كانت حاجه جوايا من زمان وكنت عايز اقولها لحد، بس الحمد لله لحضرتك اللي جيت عشان اقولها لك، عشان اخد راي حضرتك اذا كنت انا عملت الصح او الغلط. انا تحت امرك، اتفضل. بنتي الكبيره طبعا كانت يعني هي من نفس برجي، يعني هي نفس مواليد الشهر 10. تمام. انا طبيعي التون بتاع صوتي عالي شويه. تمام. تمام. فبنتي لقيتها نفس النظام، يعني نفس السيستم. فده ما كنت اقول لها يا بنتي لا، ما ينفعش البنت تبقى صوتها عالي مش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا طبعا. تمام. فهي كانت مراتي دايما تقول لي لا، طب هي واحده من مين؟ ما واحده منك انت. طب ما ربنا كرمها واتخاطبت وكانت بتحب انسان، وانسان ده بحبها ومتيم بيها، فما كنت بقى ملاقيهم قاعدين مع بعض، قالهم كيوت قوي، يعني ما فيش، ما بسمعش صوت تمر اللي انا عارفه. في البدايه بس ولا فضلت كده على طول؟ اكمل بقى. اتفضل. فالمهم انا خفت ان يعني اكون بغش الراجل ده، انا عايز تمر تبان على طبيعتك. صوتهم قاعدين يعني بيتكلموا، يعني ما بسمعش صوتهم، ما في حاجه غريبه، انا هو بيمشي من هنا بلاقي صوت تمر صعب يعني. طب ده كويس يعني. فانا ايه، جيت في مره واللي هم قاعدين مع بعض، فبدات انرفز في مين؟ في سمر، وهطلع لحد ما اطلع صوتها الطبيعي. فاول ما طلعت اتخلقت عليه، وقالت ايه يا بابا بقى كده؟ قلت لها بص دي سمر بقى. انت سمر، انت ما فيش منك والله. والحمد لله يا ربنا اتجوزت نفس الشخص، هو وافق على الموضوع ومخلف منها بنتين يعني الحمد لله. طب كويس والله. انا دايما بقول التصنع في البدايه، ما يعني لازم الواحد يكون بطبيعته، لانه عاجلا ام اجلا هيبان. بس اقول لحضرتك حاجه، يمكن الحب ممكن يغير، يعني هو كان بيدور بيقول لها ان هي تهدى تهدي من نفسها، فلما لقت حد تحبه فمشاعرها بيحتويها. انت شكل حضرتك عصبي شويه او متسرع شويه. والله يا دينا، يا دينا من فضلك. انا كنت متخيل سمر بعد شهر بكثير هتجيلي، النهارده اللهم صل على النبي وخايفه عليه وبتحافظ عليه، واتغيرت 90 درجه. قدر يحتويها وحبته طبعا اكيد يعني. تمام. بس احنا ما ننصحش كل الاباء يعني يعملوا بلاش. بشكرك كده يا استاذ عصام على اتصالك بينا، ونطلع لفاصل لدكتور محمد ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني على 88 7 اف ام وزهره ومريخ، ومنورني في مداخله تليفونيه الدكتور محمد ابو زيد خبير العلاقات الانسانيه، وبنتكلم معاه النهارده عن اسباب ضياع الحب واختفائه، وكمان احنا قلنا الاسباب، وقلنا كمان ازاي الواحد يقدر يفرق ما بين الراجل اللي بيلعب والراجل اللي داخل جد. وعايزين بقى بالنسبه للراجل، عايزين بقى بالنسبه للبنت دكتور محمد. ما فهمتش السؤال. يعني بالنسبه للبنت اللي هي بتبقى فعلا داخله في العلاقه بشكل جدي، لان في رجاله زي برضو في بنات يعني بتشتكي، في رجاله برضو بتشتكي. لو حاولت ان هي تستغله ماديا دي اول علامه. كارت شحن وباقه ومش عارف في مزنوقه في ايه وهات لي ايه، وبرضو الغياب والرجوع. الاختفاء ما هو نفس السيستم او نفس الطبع، حته بتغيب بدون سبب وبترجع ومش فاضيه ومشغوله، عندي فين الحب فين الاهتمام، ما بتحتوينيش ما بتسمعنيش. تمام. ما عندهاش نهم ان هي تعرف اهلي وتعرف عيلتي، ما عندهاش نهم ان هي تقرب مني اكتر. كل دي علامات تبين لك برضو التجاهل بدون سبب. طب وبالنسبه للتجاهل بقى ده موضوع كبير هنتكلم فيه دلوقتي. بس احنا معانا استاذ سلام على التليفون. اهلا، صباح الخير. اسعد الله صباحكم بكل الخير من محافظه سوهاج، لكم مني الحب كله، وكل عام وحضرتك بخير، ومرحبا بضيفك العزيز. اهلا بحضرتك. منور الفتره يا دكتور. تسلم لي، ربنا يخليك، ده نورك. اتفضل استاذ سلام. والله انا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس ولكن دي مشكله حقيقه، وبالذات التكنولوجيا الحديثه كبرت الموضوع ده، التواصل الاجتماعي وكده، فبتدخل ناس مختلفه يعني باشكال مختلفه، الواحد بيظهر غير شكله غير وضعه، وخاصة ما كل اسماء وهميه دي انا يعني ما بحبش كده. الحب عن طريق الفيسبوك. انا بتكلم على النقطه دي يعني حضرتك. خاصه بالفيسبوك بتيجي سيدات او شباب بيغيروا من طبيعتهم ومن اسمائهم ومن ظروفهم العائليه، وبيفاجئ الواحد بانسانه يعني مختلفه جدا، انه انسان مختلف، لا مبادئ ولا دين ولا انسانيه ولا وطنيه بتبقى عند بعض الناس في الطرفين. تمام، انا بشكرك جدا يا استاذ سلامة على اتصالك. ونرجع تاني للدكتور محمد. دكتور محمد، يمكن الناس اللي بتقولك ان هي يعني حبت بعض عن طريق السوشيال ميديا دي بيبقى فيها علامه استفهام كده، هل ممكن اتنين يحبوا بعض ما يعرفوش بعض خالص، ولا بتبقى اصلا المعرفه بتبقى عن طريق معارف تانيين؟ يعني دلوقتي كله الحلقه بقت قريبه جدا، الحلقات بقت قريبه جدا من بعض، فهتلاقي مثلا عندك اصحابك عند الطريق ده بتبقى عارف انت معلومات عن الشخص من غير ما يزيف نفسه. صح، هو ده اللي ممكن يحسدوه. اغلب العلاقات على السوشيال ميديا، اللي يحب على السوشيال ميديا من غير ما يشوف ولا يتاكد، ده يا اما مراهقه يا اما فراغ عاطفي. تمام، ما يعني نجيب من الاخر. صحيح. انا لا شفته ولا اعرف طباعه ولا اعرف اهله ولا اعرف عيلته ولا اعرف حاجه عنه، وممكن ما كنتش شفت صورته، تحبيت بناء على ايه؟ انت مراهق فسمعت عن الحب فعايز توهم نفسك ان انت بتحب، ده مش حب طبعا. او انت بقى عندك فراغ عاطفي وعايز اي حد يسمعك اللي نفسك تسمعه او تعمل معاه اللي ما انتش عارف تعمله. وصلت؟ بس تمام. انما ما بيبقاش حب سوي، وغالبا بينتهي بالفشل. صحيح، دي حاجه. بالنسبه بقى ليه موضوع التجاهل هنعرفه من حضرتك بس بعد الفاصل. تمام. طلعت شمس النهارده مع دينا صلاح الدين على 88.7 FM، راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهارده. سعيد عيسى على الفان بيج بتاعتنا بيقول صباح الفل يا استاذه دينا، الحب يحتاج قلب نقي كي يعطي حب، الحب يحتاج قلب ابيض زي الحليب كي يعطي حب. في شنوده جدالله بيقول صباح الابتسامه يا استاذه، ممكن في البرنامج تصبحي على ابني 6 سنين اسمه أرسنيوس شنودة جدلة، لأنه بيسمعي كل يوم لأنه هو في الصعيد وأنا سائق نقل تقيل حاليا على طريق اسكندرية الزراعي. صباح الخير أستاذ شنودة، وصباح الخير يا
أرسنيوس صباح الفل حبيبي. في برضو طارق نجدي بيقول سعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتك وغناهم لن ينقص من رزقك وصحتهم لن تسلبك عافيتك. كن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. في محمد زكي بيقول مش أي حد يفهم المعاني دي لكن في النهاية أحسن حاجة في الحب إنك تحس إن أنت بتتحب. ونرجع للدكتور محمد أبو زيد خبير العلاقات الإنسانية. دكتور محمد أحسن حاجة في الحب إن الواحد يحس إن هو بيتحب ولا دي أنانية؟ وتحب كمان وتحب صح؟ يعني هو بس أحلى حاجة بيقولك إنك هو تحب. الفكرة لو أنت ما بتحبش وبتتحب هتظلمه صحيح. أنت عايز هو اللي يتنازل هو اللي يضحي وأنت واقف عايز اللي يعمل لك كده بس. تمام. وده غلط. محدش يعود حد على كده في بداية العلاقة كمان بالذات. طيب لا الحب عبارة عن ادي وخد هات ودي. تمام. مش من طرف واحد. حتى اللي بيدي ده هيجيله فترة وهيمل. صحيح. طب محمد شكري بيقول صباح الخير يا شمس مصر. بالنسبة للحب ده من أقوى العلاقات الإنسانية واللي بيربطه الاحترام والثقة وبالأخص احترام الذات. ومش ممكن في يوم الحب يخلص أو يقل بين طرفين بيحبوا بعض لكن ممكن من ضغوط الحياة الإنسان ما يعبرش بحبه زي الأول. لكن في حاجات بتقتل الحب منها عدم التقدير المتبادل وده مجرد رأي. تحياتي لمن يتحلى بالحب. ومش عدم التقدير بس ده سبب من ضمن أسباب كتير قوي. تمام. معنا تليفون معنا الأستاذ محمود. صباح الخير يا دينا. صباح النور يا أستاذ محمود ازيك؟ صباح عليك. صباح محمد مع حضرتك. مع حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحمد لله تمام. وزوجتنا معلومات مهمة أوي كنا متهينا صراحة النهاردة. ما دكتور محمد حقيقي ليه شهرة وصيت على السوشيال ميديا وليه متابعين كتير وبيكلم في حاجات واقعية وعشان كده كنت مصرة ان هو يكون موجود معنا في تلات شمس النهاردة وان شاء الله يمكن هو في اسكندرية بعد رمضان بإذن الله يكون موجود معنا في حلقة على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا استاذ محمد. ازود بس على حاجات اللي قلتها دي. ازود عليها اللي هو الواحد بعد ما بيمتلك الشيء يمكن يفقد الذوق بتاعه ويفقد قيمته ويفقد تاريخه. يعني بعد بس الحب بتاعه خلاص امتلك الراجل امتلك مراته والزوجه امتلك جوزها بتجيلي بقى الاولويات تختلف من فتره لفتره يعني. يعني الروتين والملل اللي احنا قلنا عليها صح يا دكتور محمد؟ ما احنا بقى هنقول عن النقطه دي في النهايه. انا هتكلم ازاي انت تحافظ على الحب ده راجل او ست. طب نسمعه بقى عشان دي النهايه. بشكرك جدا يا استاذ محمود عشان احنا خلاص قدامنا دقيقتين ونخلص البرنامج. خلاص دقيقه واحده ايمان بتقول لنا. طيب نصايح سريعه كده عشان برضو الحب ده نقدر نحافظ عليه. لازم الاهتمام لا يقل قوي ولا يقفور قوي. دي اول حاجه. ثاني حاجه لازم موقف قوي لو الشخص غلط. غلط غلطه كبيره عشان ما اتنازلش وخلاص يستهزأ. تمام. ثالث حاجه زي ما انا قلت برضو ابعد تماما ان انت تدخل طرف ثالث حتى لو تحكي له اللي بينك وبين حبيبك. رابع يعني حاجه ممكن ما توصلش صح وفي نفس الوقت الثاني ممكن تجربته هو اللي تبقى تمام. الروتين لازم تكسر الروتين زي ما انا قلت بالتجدد بالتغيير تغيير الستايل الكلام ده كله. بلاش عند حته العند. الاحتواء اهم حاجه. تمام. لازم يكون عند احتواء. انا بشكرك جدا دكتور محمد ابو زيد خبير العلاقات الانسانيه على وجودك معايا في تلات شمس النهارده. زي ما قلت كده ان شاء الله تكون موجود معانا بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شرف ليا. تحياتي لحضرتك يا فندم. بشكرك جدا وخلصت حلقتنا. انا كنت معاكم دينا صلاح الدين. استنونا بكره في موضوع جديد وحلقه جديدة.